قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يتم على مراحل ويخضع لمراجعات مستمرة. وفي مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أكد زلماي خليل زاد أن الانسحاب الأمريكي مشروط بالتزام طالبان بتعهداتها، مشيرا إلى أن واشنطن ستظل قادرة على تقديم المساعدة للقوات الأفغانية. سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يخضع لمراجعات بناء على الظروف ومدى التزام حركة طالبان بتعهداتها في الاتفاق المبرم مع أمريكا. نحن قادرون على مواصلة مهمتنا في أفغانستان بما يشمل مساعدة القوات الأفغانية حتى في ضوء خفض عدد القوات الأمريكية. وكما أكدت، انسحابنا مشروط، ونحن نأمل قريبا في أن يتم إبرام اتفاق على خفض مستوى العنف ووقف لإطلاق النار ونقاش خارطة طريق لمستقبل البلاد. وأضاف خليل زاد للعربي أن دولة قطر لعبت دورا هاما في تسهيل المحادثات الأفغانية من خلال عملها مع الولايات المتحدة والأطراف الأفغانية لتسهيل سير محادثات السلام. لعبت قطر دورا مهما وعملت مع الولايات المتحدة والأطراف الأفغانية واستضافت المكتب السياسي لحركة طالبان فترة من الزمن، وها هي اليوم تستضيف الوفد الأفغاني الذي قدم إلى الدوحة، ونحن نقدر جدا الدور الذي تقوم به قطر لتسهيل سير المحادثات. إلى ذلك، تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة لليوم الثاني على التوالي محادثات السلام الأفغانية التي تهدف لوضع حد لحرب مستمرة منذ 19 عاما في أفغانستان. ويشارك في المباحثات ممثلون عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وتستمر هذه المباحثات، بينما قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إن حركة طالبان نفذت هجمات في 15 ولاية بأرجاء البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة. في الأثناء، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اليوم رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بأفغانستان والوفد المرافق له. كما استقبل الأمير القطري في مكتبه بالديوان الأميري رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارتهم البلاد للمشاركة في مفاوضات السلام الأفغانية. ورحب أمير دولة قطر بجميع الوفود المشاركة في مفاوضات السلام الأفغانية التي تجرى فعاليتها في العاصمة القطرية الدوحة. وأعرب أمير دولة قطر لممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان عن أمله في نجاح جهودهم لإحلال السلام والاستقرار في بلدهم بعد عقود من الصراع. واعتبر الشيخ تميم في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر تويتر هذا الحوار فرصة تاريخية هامة لطالما انتظرها الشعب الأفغاني لتحقيق طموحاته في الوحدة الوطنية والتنمية والازدهار. وينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة أحمد نادر نادري، عضو وفد الحكومة الأفغانية. سيد أحمد، أهلا بك. كيف تسير المحادثات الآن بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وكيف تقيمون كل من الدورين القطري والأمريكي فيها؟ شكرا جزيلا. المباحثات والمحادثات تسير على ما يرام وبنية طيبة. اليوم اختتمنا أعمال الجلسة الثانية من المباحثات المباشرة. التقى الطرفان وركزت مباحثاتنا على القواعد والإجراءات اللازمة للمفاوضات، وسوف نلتقي مرة ثانية غدا، وهي بداية مبشرة. العملية معقدة في الواقع، إلا أن الخطوات الأساسية هي الأهم من أجل أن نبني عليها، من أجل العملية برمتها.
على مستوى الأدوار نحن ممتنون للدور القطري. الجمهورية الإسلامية في أفغانستان تثمن الدعم الأخوي والسخي وتوفير المواقع والإجراءات التي قدمها إخوتنا في قطر في الحكومة القطرية والشعب القطري. نحن نشعر بأن شركاءنا الولايات المتحدة وقطر والأسرة الدولية برمتها يلعبون جميعهم دورا مهما من أجل ضمان أن تسير هذه العملية بسلاسة وأن تبقى المسائل جميعها مفتوحة وتظل مفتوحة، ما يسمح بخلق مجال من المباحثات المفتوحة والمباشرة بين الأطراف الأفغانية من أجل أن نمضي قدما. إجمالا أود أن أقول بأننا ممتنون لقطر وللدعم والتسهيل الذي قدمته حكومة وشعب قطر وكذلك شركاؤنا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنجاح هذه المباحثات في وضع حد لهذا الصراع الطويل الأمد. ذكرت أن المحادثات تبدو إيجابية إلى حد الآن، وتم حسب الإعلام مناقشة بعض المسائل الإدارية. هل حصلتم على ضمانات من قبل حركة طالبان بالالتزام ببعض الشروط، منها خفض مستوى التصعيد والعنف، حقوق المرأة، الأقليات، أم أنه من المبكر الحديث عن هذه المواضيع؟ هذه مسائل أهم لمناقشتها حينما يتفق على عناصر الأجندة ومحتويات المفاوضات. الطرفان إلى الآن تركزت مباحثاتهما إلى اليوم على القواعد والإجراءات. هذا الجزء يعني القواعد والإجراءات كان سهلا، لكن المسائل الحاسمة والأساسية يجب أن تقر في النقاشات وفي الأجندة. هذا ربما يكون الجانب الأصعب. ربما نكون في البداية متفائلين للغاية، إلا أننا متفائلون بحذر دعيني أقول مع هذه الخطوات الأولى التي اتخذت اليوم، بحيث يمكننا أن نواصل بسلاسة بناء عليها. لذا الآمال ما تزال قائمة. وما يتعلق بالعمليات هنالك تعقيدات وأوجه صعوبة علينا أن نعيها تماما وأن نواجهها بواقعية من أجل تحقيق مصالح الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية. ملتزمون جميعا وبمنتهى الإخلاص من أجل ضمان أن نساهم على نحو بناء بما يخدم مصالح هذا الشعب مستقبل أبنائنا. هل من أجل مصلحة الشعب الأفغاني الحكومة الأفغانية ستكون مستعدة لتقديم بعض التنازلات من أجل إنجاح هذه المحادثات، ومنها بالطبع مشاركة طالبان في أي حكومة مقبلة؟ ما الالتزامات التي يمكن أن تقدمونها من جانبكم لإنجاح هذه المحادثات سيد أحمد؟ العملية التفاوضية في نهاية المطاف هي أخذ ورد، أن تأخذ وتعطي، ونحن مخولون بالتفاوض وبمناقشة سبل المضي قدما. هذا بالتأكيد يتضمن تسوية سياسية، حيث يمكننا كجمهورية إسلامية في أفغانستان، حيث أن الجمهورية تمثل فضاء مشتركا للجميع، تضمن أن نتعاون جميعا بما في ذلك طالبان والأطراف الأخرى من أجل تأمين مستقبل مشترك لشعبنا. لذا فإن مسألة وموضوع المفاوضات سيكون بين الأسئلة الصعبة التي نأمل بأن نجد لها حلا وأن نجد أرضية مشتركة تجمعنا.
شكرا جزيلا لك عبر سكايب من الدوحة أحمد نادر نادري عضو وفد الحكومة الأفغانية.